السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا من جديد نلعب اللعبة. الحمد لله. لكن ظهر ان احنا رايحين الطريق الغلط. يا يلا نرجع. طبعا اللعبة هذه في ناس حاطينها انها رمك وفي ناس حاطينها طبعا الفرق بين الرمك والريماستر. الرمك مثلا يعيدون اللعبة ويغيرون الصوت والصورة نفس ريزيدنت ايفل 2 ويضيفون اشياء. انا ما اعرف اذا اضافوا اشياء في ذي اللعبة والله لا، لانه ما لعبت الجزء القديم. لكن ريزيدنت ايفل 2 لعبته بس ما خلصته، وحتى 3 بس باقي الاجزاء كلها خلصتها. غير اني العب اللعبة هذه على النورمال، يفرق بين الصعب والنورمال. الاستامنا اللي هي الصفرة اللي تمسك او تتعلق في العمالقة، هاي اللي يفرق. الخيل ما ادري ليش لما ادخل هنا ما يركض. سيف هنا ما يسوي شيء. هذا اللي استمنى الحين اللي تحت على واختفى. اذا محطوط صورة العملاق معناته ان هناك خلاص ما يحتاج اسوي بالسيف هذا. انا ما اعرف ايش معنى ذا الشيء ترفعه كذي. هاي في فراشات هنا. الخيل بدا يركض. الجسر ففي تخزين، هاي تتخزن اللعبة. اوه شيت، اللعبة تتخزن من نفسها لكن تقدر انت العملاق الاول قتلته، يعني ليش ارجع له؟ ياه نروح نتأكد، يمكن يرجع من جديد او يمكن في شيء او في جليتش لان انا ذبحته. يلا اصعد. فما اعرف ايش المشكلة بالضبط. نفس الحركة استوت من جديد. طير طير. Yeah.
مشكلة ان الوحش اذا ما مات معناته فيه بلوى. انا ذبحتها انا خلاص. هذا هو ميت شوفون. استوى تراب. هل اني اراجع للحياة مثلا؟ ¡Abro! مبرمجين ان ما يجي. فلا تجي انا بجيك. شت وين عبرو هركب. مبنى يشبه درنجلنج من فوق. قصر درنجلنج واجد. نروح ندور وش ذا الوادي. ما اعرف الصراحة كم عملاق لازم نقتله. الوادي فيه ماي. انزل يا انا. اوه في هناك نزلة. ننزل اكيد عملاقة هنا. يلا المنظر حلو هنا الماي. بس الوادي مسكر من هنا يعني. هذا هو وقف وقف شوي. وش هزة أرضية.
مكان هناك يعني. الأكيد أكيد إذا ذبحت هذا الوحش الحين بنرجع إلى نفس المكان، وما أدري كم وحش لازم نذبح. والقصة بعدين لا أعرف إذا ترجع حبيبته والله زوجته من جديد للحياة أو أخته أو لا، لأن الجزء الثاني ما في ما كملوها شركة سوني. هي لعبة حصرية، هي لعبة حصرية أكيد، لكن هي شركة سوني مسويتها والله ما أتذكر اسم الشركة اللي مسويتها، ما قريتها، لكن سوني إنترتينمنت. وين الباب الحين؟ كل ما اشوف مثلا هاي المنظر اللي فوق مخيف. هذا هو هني بيتأكد لون السيف، اذا استوى كذي معناته انه هني، فخلاص عرفنا ذا الشيء. هيا كت سيزن. وش ذا الخنزير؟ يشبه الخنزير هو. من وين نتسلقك؟ من الساق. الأقدام لازم نضرب. تسلق انت يا غبي. وصل.
خذ طعنا. خلنا نختبئ هني شوي. اللعيب شت اهدى شوي عشان خلص العملية. ما بيموت هذي. يلا الطعنة الأخيرة خلاص.
يا الله واحد وافتكينا منه. اتروفي ار ذا ماوث نفس الموال. Ten years ago, Spencer have me assassin. يشبه هذا التي فيروس. نفس هذا. هاي مجانين والله وش خربط هذا. العموم ما علينا. هذا هني في وحش ذبحناه وهني وحش ذبحناه. الخريطة السحاب يعجبني يعني شلون يبين انه فوق الخريطة. فالوحش الثاني وين بنحصله؟ هاي انت ليه الحين ما قمتي؟ اوه كم عملاق مثلا؟ واحد اثنين ثلاث اربع خمس ست دا هاي كلهم بنذبحهم. بنوقف هنا.